باقي. وارد اضيف لك انت نقطه ايضا تعديل وزاري ايضا يمكن وزير الثقافه اعتقد بالضبط المرشحين لدخول التعديل. اليوم هذا التعديل اعتقد السيد السوداني منذ بدء تشكيل الحكومه وتحالف اداره الدوله بدا بنقطه جوهريه وذكر انه اكو وزراء فرضوا علي وانه هذه لازم اغير هؤلاء الوزراء بالتقييم الوزاري. وبعد تشكيل الحكومه يعني بست اشهر كان ذلك تقييم لبعض الوزارات بانه الوزراء غير كفؤين ولا يستطيعون اداره هذه الوزارات، وكان هذا واضح في تصريحات السيد السوداني سابقا وهو ليس بالجديد يعني انه موضوع التعديل الوزاري، لكن اعتقد موضوع تاخيره بسبب انه احنا اليوم راح نفوت بالشهر العاشر يمكن راح نكمل سنه على انه رئيس برلمان ما عندنا، فكيف تستطيع لا خلينا يعني الله يساعد رئيس الوزراء شو بده يشتغل وحكومه ما بها رئيس برلمان. حياني مو هذا يعني في اوقات سابقه هوايه زعامات طلعت قالت لا ما نقبل تغيير من ضمنهم السيد المالكي تحياتنا له قال ما اقبل. لا لا بدي احكي هسه واقع يعني أي. سياسي موجود على الساحه بدا اقول انه قبول او عدم قبول التعديل الوزاري أي. يعني التعديل الوزاري اعتقد اليوم اللي يتحمل المسؤوليه هو رئيس الوزراء مو يعني رؤساء الكتل السياسيه مع احترامي لرئيس السيد المالكي وهذا حقه انه هذه يعني المنصب وزاره النفط له يعني باستحقاق انه اعداد النواب اللي عنده والنقاط لكن انا بدي احكي على موضوع انه شلون تمشي الحكومه بدون ان يكون هنالك طبعا البرلمان هو الجزء الداعم للحكومه في انه اصدار القرارات القوانين دعم الحكومه بالتصويت يعني كثير من الامور بالرقابه بمساعده رئيس الوزراء طبعا هو لكن اليوم احنا سنه راح نصير رئيس برلمان ما عندنا يعني هذه شلون ما اعرف هاي الدوله شلون تمشي صحيح شلون هذا رئيس الوزراء الله يساعده شلون